تعالوا بقى نشوف الدكتور شحات كيف يرى كلمة السيد الوزير. الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وبعد. سلام سلام. بعد طبعا الإكبار والإجلال لمعالي الوزير ولهذه الكلمة بما لها من وزن، لا تنتظر إشادتي، وإنما لا تحتاج بعد هذا الوضوح وهذه الدقة وهذه الفصاحة، بل وهذه الموسوعية في التناول عبر التاريخ، أمر هام جدا. من أين نأتي بالتمويل في هذه الأمة؟ هذا يحتاج إلى مال. هذا المال عندنا في مال حاضر وفي مال عابر للزمن، تعطيه فيدوم الخير إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، إلى أن تلقى الله به في شخص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فيأتي عثمان رضي الله عنه وارضاه ويعلن بداية الوقف في هذه الأمة. يعني قصدك تقول أنه الأوقاف، مسألة الوقف في هذه الأمة، يعني أصل ثابت وخير دائم يوجه لمصالح الأمة، ولا يكتفى فقط بأصله، وإنما ينمى هذا الأصل ويزاد فيه، ليدخل فيه التعليم، ليدخل في الصحة، ليدخل في المصالح العامة للأمة، ليدخل في عمارة المسجد الأقصى، ليدخل في عمارة الحرمين، ليدخل في هذه المباني في القاهرة التي ما زالت موجودة حتى الآن، تشهد لنا أن هذا الوقف الإسلامي، أن هذا الوقف للخيرين من هذه الأمة ما زال حتى الآن يطعم حتى طير السماء. الله الله. لا، خذوا بالكم من الكلام ده، أنا بحقدر أسميها الفقه مش الغائب، الفقه شبه الغائب، لأن الأوقاف هي التي قامت عليها حضارة المجتمع الإسلامي. فلما يلفت نظر الدكتور الشحات ما قاله الوزير في موضوع الوقف، أعتقد أنتوا فهمتوا عن إيه وزارة الأوقاف، لأن الأوقاف لها دور، المجتمع المدني والمجتمع الخيري والمجتمع الوقفي له دور كبير جدا في إنقاذ المجتمع من العثرات الاجتماعية والمالية التي يتعرض لها. تعالوا اسمعوا السيد الوزير اتكلم عن الموضوع ده وقال إيه. جاء هذا المؤتمر ليناقش دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي ودور الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك. إن قضية الوقف في تاريخ المسلمين كانت إبداعاً تأسست على أركانه عملية التعليم وعملية الصحة، وانطلقت على أكتاف الوقف أعمال في غاية العجب تبرز جانب الحضارة العريقة في تاريخ المسلمين. كم من مدرسة أو مستشفى أو عمل علمي أو بر أو خير تأسس على أكتاف الوقف. كانت المدرسة المستنصرية من أكبر مدارس العلم في تاريخ المسلمين.